السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. مكاسب عديده ونقاط ايجابيه كثيره جدا في مقابله الجزائر والمنتخب الوطني ضد بوتسوانا. لما تلعب ضد منافس يلعب 11 لاعب، يعني 10 لاعبين زائد الحارس في الخلف، وترى أن بلعمري وماندي يلعبون في وسط الميدان، تفهم باللي بوتسوانا جات تلعب دفاع بحت، غلق اللعب. صور توضح كل شيء. بوتسوانا جات تغلق اللعب وفقط. بوتسوانا ما عندهاش يعني طموح أنه الوصول للمرمى، ما عدا مرة واحدة وخطأ، إن صح القول خطأ، مجرد خطأ في لقطة واحدة وفقط، خاصة في الشوط الأول. إذا بوتسوانا فريق المتواضع هذا يلعب بجدية، وهذا راح يساعدنا في المقابلات القادمة في خصوم اللي نتلاقاو بهم في تصفية كأس العالم، منهم جيبوتي. جيبوتي الفريق الضعيف هذا، جيبوتي أيضا تقريبا نفس الشيء، راح يغلق اللعب. إذا غلق اللعب، المنافس لما يغلق لك اللاعب تبقى لك الا المهارات الفرديه. المهارات الفرديه احنا يعني من المنتخبات القلائل اللي في افريقيا اللي يتمتعوا بمهارات فرديه، الا من صح قول ان احنا نقدر نقولوا رقم واحد في المهارات الفرديه هو المنتخب الجزائري. عندك في اليمين بالرحمه، عندك الاحتياط نتاعو بلايلي ولا البديل ايضا بلايلي، عندك محرز، عندك يعني عديد من البدائل، عندنا العديد من البدائل من اللاعبين المهاريين اللي قادر يصنعوا الفارق، خاصة لما يكون يواجهوا خصم ولا فريق ولا منتخب اللي يغلق لك اللعب ويرجع للوراء. هذا اللي الشيء اللي يعطل نوعا ما بناء، يعطل نوعا ما وجود الفراغات والمساحات. الفراغات والمساحات باش تخلقها باللعب المهاري، اللعب الفرديات، لما يعني يطغى اللعب الجماعي لكن ما تلقاش حلول. الحلول تلقاها في لي بالاريتي، في المخالفات، والمخالفات باش تجي من اللعب المهاري، الفرديات اللي تخلق لك المخالفات والكرات الثابته اللي تجي منها اهداف، وايضا المهارات الفرديه ايضا تخلق اهداف. اذا احسن بروف انا بالنسبه ليا بوتسوانا اللي قادم للمقابلات تصفيه كاس العالم، احسن بروفا. لو نتكلموا على اللاعبين كل، يعني انا بالنسبه لي كانها حصه تدريبيه. المكاسب، من بين المكاسب انا نسميه مودريتش الجزائر، ممكن نبالغ شوي نوعا ما، لكن انا طريقه اللعب تاعو والستيل تاعو لعب كالم هادئ. هو زروقي يلعب كالم هادئ، يلعب اكثر بدون كره، الاهم انه يلعب بدون كره، يعرف يتمركز، يمسك الكره، يفك الكره، يعرف لي بلاسمون تاعو صحيحه. يعني زروقي كانه يعني نوع ما قد فقط ممكن كيعاد جديد، يعني نقدر نقولوا يعني هذه ثاني مقابله، المقابله ونصف ان صح القول، الشوط الثاني المقابله اللي فاتت تاع زامبيا، والمقابله هذه اللي لعبها مقابله كامله ان صح القول. يعني مازال نوعا ما حشمان كيشغل، يعني مازال مش متاقلم مع افريقيا، مازال ما تاقلمش مع الميكانيزمات مع المنتخب الوطني، الميكانيزمات مع المنتخب الوطني مازالت، يعني لوروبير مازال ما يعرفش الزملاء نتاعو مليح، مازال ما دخلش يعني مليح في المنتخب الوطني، يعني نوع من الحشمه نقدر نقولوا، ولا مازال ما دخلش في المنتخب مليح. لكن لو لعب اللاعب هذا لو يتمكن يعني ويعود منسجم جيدا مع المنتخب الوطني، راح نشوفه انا بالنسبه ليا مودريتش في افريقيا، نشوفه مودريتش تاع افريقيا، لانه صراحه زروقي اللاعب تحسه تعرفه تشوفه من الوقفه نتاعو، اللاعب من الوقفه تاعو تعرف باللي هذا مايسترو، انا نسميه مايسترو وسط الميدان مودريتش. اذا من المكاسب زروقي صراحه مكسب للمنتخب الوطني، نتمنى له ان شاء الله المزيد من التالق، وان شاء الله تروح الحشمه هذيك ونشوفوا زروقي مستواه عالي اللي راح يساعدنا خاصه في كاس العالم. انا بالنسبه لي الاساس هو كاس العالم، هذا هو الصح. اذا اللاعبين الاخرين معروفين، ما كان لا يعني نطرقوا عليهم، يعني كل لاعب ادى الدور تاعو يعني بصوره جيده وممتازه، كل الخطوط، دفاع، وسط ميدان، الحارس اوكيجا اللي كان في عطله بالنسبه لي عطله راحه تامه. كاين شيء اللي حبيت نشير له، يبقى علامه استفهام
بعض الأخبار ليست رسمية، بعض الأخبار راني نقول بعض الأخبار ليست رسمية تقول باللي الأخبار هذه أنه أحمد طوبة المدافع الجزائري اللي يلعب في الدوري الهولندي لم يلعب المقابلتين بسبب عدم تأهيله من قبل فيفا. هذه بعض الأخبار ليست رسمية، المصدر الرسمي وسبب عدم إشراكه يرجع للناخب الوطني، هو المسؤول وهو اللي لعبالو علاش ما لعبش أحمد طوبة. احنا قلنا بعض الأخبار، لماذا احنا نعرفوا باللي تأهيله للفيفا تعرفوها، هذه ماهيش بالماضي راح يأهل جوار الفيفا، بالماضي عنده التكنيك والتيرا وبعض الأمور، ممكن يجيب لاعب، ممكن يحط عينه على لاعب، هذه خدمة جمال بالماضي. أما باش يروح يأهل جوار الفيفا هذه باينة خدمة من خدمة لا فيديراسيون، وحنا نعرفوا باللي من زمان ما عندهاش اتحادية، وخاصة في حالة أحمد طوبة احنا نعرفوا باللي أحمد طوبة عنده علاقة قوية جدا مع محسن مكتشف المواهب الجزائرية المعروف على الساحة الرياضية، هذا الجزائري الأصيل اللي عنده إشكالية مع الاتحادية، ولا العكس نقولوا الاتحادية اللي عندها إشكالية مع اللاعب، مع الشخص هذا اللي تحاول بكل وسائط هذه التواصل الاجتماعية، الوسائط هذه الاجتماعية أنها تهاجم الشخص هذا الجزائري الأصيل محسن، وطلبت منه شخصيا أنه يلمع الصورة نتاع الاتحادية، لكنه هو رفض، قال إذا تحبوني أعمل معكم ك منصب نتاعي كماناجير، ولا نشوف لكم اللاعبين، نكتشف لكم اللاعبين، راني واجد نخدم في بلادي، مش مشكل، ما عنديش مشكل، لكن ك تبييض صورة الاتحادية ديما خاطيني الامور هذه. هما من بعدها ما رفضوا، عرضوا عليه اموال وكذا رفض، طلقوا كيما نقولوا احنا الحملات الشرسة نتاعهم مع الصفحات تاع الفيسبوك تاعهم ضد هذا محسن. اذا انا ربما نقول ربما ليست رسمية، انه عدم تأهيله ربما يراجع للفيفا، والفيفا احنا نعرفوا باللي هذا احمد طوبة عنده علاقه بمحسن، اذا من عنده علاقه بمحسن فهو مغضوب عليه. هذا مجرد راي انا الخاص، يبقى راي الخاص، خاصه في عدم اشراكه، لانه عدم اشراكه انا حرقه حقيقه امر محير، يعني صراحه اصابه ماندي يعني احنا لازمنا نجربه لاعب محوري، ونتيجه في صالحنا، يعني صراحه نتيجه ثقيله في صالحنا، من بعد ما اصابه ماندي قادر يكون بالعمري جهة ماندي، وندخلوا اللاعب طوبة مدافع محوري، يعني أمر طبيعي. زاد أصيب بالعمري وباقي طوبة في الاحتياط، وإقحام رجعوا بس رجع بن سبعيني كمدافع محوري وأدخل خاسف. هنا أنا تبان لي حسب المعلومات اللي سمعناها أنه ممكن يكون ليس مؤهل من قبل الفيفا، مازال ما الدوسي تاعو ما تأهلش من فيفا، ان شاء الله تكون الا هذه القضيه، لكن هذه القضيه عندها تبعات كما قلت. اللاعب هذا عنده علاقه طيبه مع احمد، مع محسن، احمد طوبة عنده علاقه طيبه مع محسن، ومحسن هو مغضوب عليه من قبل الاتحاديه واصدقاء الاتحاديه ومحيط الاتحاديه، الامور واضحه. لكن الحمد لله الاتحاديه راحت، لكن حذاري ثم حذاري ثم حذاري، كاس العالم على الابواب، كاس العالم على الابواب، ومبقاتش مبقاش كثير، ما بقى من الكثير ولا القليل. لكن كاين حاجة، التحكيم الأفريقي الحمد لله العالم كامل شاف بما فيهم جمال بالماضي اللي استاء كثيرا من التحكيم الأفريقي، لكن نوجه لك رسالة يا جمال بالماضي، إذا ظن باللي لأننا نعرفوا احنا شاه زاتشي خلاص نهايته انتهى، إلا ظن باللي نقدر نجيبه شخص آخر مثل زاتشي ولا رئيس فريق في البطولة ولا يقدر يقضينا على مشكلة التحكيم، غير هذه نحاها من بالك، أنسى التحكيم الافريقي باش تقضي عليه، وتقدر ما يقولوش يجي في صفك، يكون عادل معاك فقط، لازمك ناس يعرفوا كواليس الكاف، والا راح نواجهوا خصم اخر جديد هو التحكيم في بلاصه المنافس. هذه امور واضحه، نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات خاصه تصفيه كاس العالم، ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، وملتقانا مع الكارثة الكبرى والطامة الكبرى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.